السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نفرقوا الرمانة. اليوم غنعرفوا من وراء توقيف عمل شركة لاسامير، شكون هو المستفيد، شنو هو الدور ديال اخ نوش في هاد الشركة لاسامير، واش عنده يد فيها، واش هو المستفيد، واش كاين شي اطراف اخرى. جميع التفاصيل وما يدور حول شركة لاسامير غنعرفوها اليوم. وعليكم السلام. اول شيء حنا كنعرفوا يعني كنا من القاله ديال الفيول يعني مرحبا بالشيء هذا، وكنتو كتشتغلوا في لاسامير الان يعني كاين ازمه ديال الغازوال، وكل شيء كيرجح ان لاسامير الى حلات الغازوال غادي يولي ب 6 دراهم 5 دراهم. حنا هذه الفرضيه سمعناها يعني مرارا مع الناس اللي كيشتغلوا تماك، وانت بحكم انك يعني كنتي من القاله يعني كتشتغل فيها يوميا يعني، وكتعرف الخطط ديالها وكتعرف الخبايا ديالها، شنو واقع في لاسامير والسوق؟ لاسامير اخويا بصفتي الاسم ديالي مصطفى صابر، بصفتي مسؤول نقابي في الاتحاد الوطني للشغل المغرب وممثل شركه وسائق مهني. المهم على هذا السؤال اللي سالتيني غادي نجاوبك بصراحه بدون تغيير الحقائق، لا ما نزور الحقيقه. لاسامير كنا خدامين فيها اخويا، كنشارجيو لاسامير كندخلوا مع 4 الصباح ونص كنخرجوا مع 11 الليل. واحد الوقت اللي حنا تغيرت الامور ولينا كندخلوا مع 4 الصباح، كتبدا الكوطه مع 4 الصباح ل 8 4 السوايع ديال الشارج، وكانت من كيقولوا السعودي عنده ازمه ازم كان كيقولوا. المهم هذا الشيء حنا كنسمعوه، عنده عقود مع الدوله خصو يكون عند لاسامير فيها 3 شهور ديال ستوك. المهم في الاخر ولات 4 السوايع ديال ستوك، كيخدم 4 السوايع في النهار، هذا كيقولوا مسؤول سعودي. المهم كتخرج تقريبا واحد نسبة كثيرة ديال المواد، منها الليسانس، منها الجيت، منها الفيول، منها الزفت، منها الغاز، كتخرج تقريبا كل مادة كتخرج منها تقريبا 170 كاميو. هذه كتصبح في الصباح تتفاجئنا ولات كتخرج تقريبا 30 كاميو في المادة وأقل، ولا السعودي 4:30 كيوصي المسؤولين كيديروا كوطا مع 4:30 ديال الصباح، كيخرجوا تقريبا واحد 40 كاميو 50 في النهار. الدولة بحالها بدات كطيح في أزمة، ما عرفوش الحل. المهم الخيوط الاولى ديال الازمه ان السعودي هو السبب في البدايه ديال هذا المشكل لاسامير. واش كان متعمد هذا الشيء هذا باش يبيعوا يعني الخام ديالهم للسعودي، البترول السعودي، او لا شي حاجه اخرى؟ المهم نكملوا القصه. كنت خدام انا مع شركه ديال افريقيا اخ نوج، مولي كنت معاه نقال. في نفس الوقت فاجئنا ولاو كيخرجوا 10 الكاميوات في النهار، كاين النهار اللي كاين بعد الاكثريه كان الوزين ديال الشركه ديال لوسيبي كانت غطي حهم بان ديال كوزيمار ديال ولاد عياد كانت غطي حهم بان. دخلت الحكومه ودخلت الدوله الناس اللي هما مسؤولين، داروا حل، عيطوا على الموزعين هادو اللي كيقول لك احتقروا السوق. بالعكس هادو هما اللي هزوا الموقف ديال البلاد، منهم شركه افريقيا، توتال، بيتروم، صوماب، سومي بي ما بقاتش. المهم هادو هما الشركات اللي نقضوا الموقف ولقاو حل، داروا ستوك في 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 القصر الصغير وبدات الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. المهم الدوله ما تازماتش، كل شيء موجود في البلاد، كل شيء وجد. ولكن دابا هاد الناس اللي كيهضروا منهم الصحفيين والفيسبوكيين والمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كيقول لك خص لاسامير تخدم باش الغازوال غادي يدير 7 دراهم. بالنسبه الطريقه القديمه اللي كان فيها خدامه لاسامير، ما غادي تازم البلاد، ما غادي يلقاو المازوت لا ب 10 دراهم ولا ب 20 درهم. حنا بالنسبه لنا كمغاربه حنا في ازمه، حنا اللي كنعيشوا الظروف. وكنتسول هاد السؤال اللي سولت الناس، الفيول كتصيبي الوينو، فاش يفهموا الناس هي الشركه ديال المكتب الوطني للكهرباء. بعد الوقت ما كيبقى كيبغي يطيح حمبان، ولكن الدوله راه كاين مواليها اللي هما واقفين على شغلهم. الدوله ما طاحش في الازمه ولقاو الحل، وهو كيقول له هذاك السعودي كتسالو ما بغاش يخلص الديوانه للدوله، والدوله الوالي هذا راه ما لقاتش الحل وخلات لي في الصين القديمه تدارت الحل راسها. ملي دارت ستوك قالوا له جوج حوايج، اما خلص اما سد، هذا هو الحل اللي كنسمعوا حنا وحضرنا حنا للكوطه. كيقولوا الناس لاسامير لا خدمه لاسامير غادي يرخص المازوت، بالعكس الا خدمه لاسامير بالطريقه الاولى غادي ما غاديش نلقاو الغاز، ما غنلقاوش كاين في لاسامير ولا في السعودي. المهم لاسامير في كاين، حنا ملي كندخلوا كنلقاو في لاسامير، ملي كندخل مع 4:30 ديال الصباح 8 كيحبسوا الكاميوات، كيقول لك كاينه الكوطه شحال، كيشارجوا 4 الكاميوات 5 الماده. اذا المشكل فين كاين هنايا؟ واش في اللي كيستوردوا المحروقات عبر السفن، او لا عبر السعودي اللي باغي الخدمه في البلاد،
او لا شي اطراف اخرى؟ دابا حاليا دابا هاد الموزعين اللي كيقول لك اودي هما اللي احتقروا السوق، حنا ما غاديش نقولوا احتقروا السوق، حنا بغينا المازوت واخا رخيص ولكن ما احسن يكون ولا ما يكونش. دابا راه داروا الديبوات، كاين تبارك الله في الجرف، كاين ديبوات في طنجه، كاين ديبوات في اكادير، راه المازوت باش عرف دابا الشركات واقفين على شغلهم مزيان، كاين الشاج 24 ساعه على 24 ساعه في المواد اللي هي ديال المحروقات. والعيد كتلقى الشركات دابا راه رديتي لبال ستاسيون كتلقاهم يليفريو. فاش كان السعودي، السعودي كان كيحبس معاه السبت والحد ما يخدمش، الاعياد ما يخدمش، والدوله كانت غادا تطيح في ازمه ديال الغازوال، ولكن الحمد لله الدوله كاينه مواليه. شنو اش معلقه اخنوش باش يعني كيقولوا اخنوش هو اللي دار الاكراهات يعني ماشي شويه؟ هذا هو السؤال. السيده الناس عتهموا، واخا انا راه ماشي عندي معاهم، ما صوتش على الاحرار، انا كنصوت على الاستقلال، ولكن صراحه غنقولها ما غاديش نجيب باش نزور الحقيقه. هذاك السيد كيقولوا الناس ضد الفقراء وباغي يفقر الشعب، هذاك الشيء كله هو كذوب. هذاك السيد حنا خدمنا معاه كان قالة، وهذاك السيد هو كمهني ونحسبوه حنا بحال النقال، ما نحسبوش وجيه، لحيت هو عنده النقل وعنده وعارف المهنه وعارف المهنه ديال النقل، وجو عنده شركات اباطره حطوا الدوفيات ديالهم ثلاثه الشركات وربعه باش يشدوا السوق ديال النقل معاه. وهو كيقول واحد السؤال كيقول لك اودي انا موصي البواد ديالو، كيقول لهم انا ملكامي وجوج ما عمرني نجري، وخدامين مع الفقراء وخدامين مع النقاله فقراء. فهذاك الراجل ما كنقولوا غير ما عندها علاقه بالمشكله ديالها. هذاك السيد هو راه قال واحد الكلمه وكلامه صحيح، قال لهم لا سمير كاينه في المحكمه ديال الله هاي، وحنا هادشي راه عارفينه كيف المحكمه. اخنوش ما شاد لا سمير، الدوله ما شاده لا سمير، الشركات ديال التوزيع ما شاده لا سمير، بالعكس هاد الشركات ديال التوزيع مشكورين اللي هما موصلين المغاربه الغازوال والمواد كلها. مزيد الغزاء المواطن بغى يعرف هذا هو الحل، ولكن حنا ماشي كنأيدوا دابا باش يتزاد الغازوال، حنا دابا كنقولوا الحقيقه ما بغيناش ندوروا الحقائق. ولكن حنا بالنسبه للغازوال ونزيد واحد النقطه، راه بالنسبه لنا حنا كرئيس الحكومه السيد عزيز اخنوش وهذه الحكومه وهذه الوزاره حنا كنشكروها المشكور. المهم اول وزاره اللي استجبت لنا في الدعم المهني الغازوال هي هذه الحكومه، حنا كنشكروها حتى عينا من نديروا في البيانات في الحكومات السابقه باش يدعمونا في هذا الغازوال المهني وما لقاوش ليه الحل. ولكن كنشكر هذه الحكومه وهذه الوزاره اللي في اقرب وقت هي اللي اعطت هذ المهنيين كدعم، واخا دعم قليل حنا كانت المهم هاد الحكومه ولا الوزاره راه ملي كدير البيان والبلاغ يعيطوا عليك الحوار. مصطفى بالنسبه للسبير اللي بغيناها شحل، شنو هي الاستراتيجيه اللي تقدر تخلي المحامين يتعاملوا معاه بحكمك مهني وسائق مهني؟ عارف الخبايا ديالها. انا بالنسبه ليا شنو الحلول؟ هو اذا كانت الدوله هي غتكلف، ياك اذا كانت الدوله تكلف بالاسامير بالنسبه لي انا غتخدم كما كانت في الاول. انا دخلت في 1992 ولكن ما عرفتش هذاك الساعات بالضبط، ما دخلت النضال حتى لهنا وتالي عاد عرفت الحقائق. الا كانت غتخدمها الدوله ممكن تنجح، الا كان غادي يخدمها السعودي بالطريقه الاولى. حنا السعودي حنا عسنا معاه ازمات من غير هذا الشيء ديال الغازوال. السعودي كان كيفرض علينا كتخلص لاسيرونس ديال المحروقات كلشي كتخلصها، وكتخلص واحد لاسيرونس كيتسمى ديكا ماتريان فيها 19000 درهم، وإلا توشى الكاميو ولو شي بوطانس ولا شي حاجه كثيره كتبقى تخلص لما اسبيس الكاميو يقدر يشدوا لك شهر يقدر يشدوا لك شهرين. حتى هذيك الاسامير ماشي تشدات بالطريقه كيقولوا اخنوش ولا هاد الموزعين، بالطريقه ديال المعامله ديال الناس المسؤولين في الاسامير اللي كانوا الاولين هما اللي سببوا فهاد الاسامير تتسداد. إذن هنا كيبان أن السعودي كأنهم رسول، كأنهم صيفطوا شي واحد باش يدمر هاد الشركات لاسامير، يعني هو ما صالحش يعاود يرجع لهاد لاسامير هادي حسب الأقوال ديال هاد السائق المهني. قال لك يعني مسألة أخرى ما عرفناش شكون هو السبب في هاد الإغلاق ديالها، واش السعودي واش الدولة واش أخنوش واش، يعني كتبقى مسألة لغز، وبالتالي أن هنا كتفرض على الدولة هي اللي تتدخل وتحل هاد المشكل هذا. درت الشكايات والدوله راه عارفه كل شيء بالشكايات، راه الانسان كيتوشي شي حاجه كيتوشي فيروس كيبقى ليه الكاميو ديالو تما شهر بزل عدو تما كيخلص اسبيس. واش كاين شي شركه في المغرب عندنا اللي كدير اسيرونس ديالك اسوري وكتخلص اسبيس؟ هادشي هاد الخبايا عارفينها حنا بالنسبه للسامير، هاد الخبايا عارفينها السائقين والناس في لاسامير. شنو هو السبب ديال استاذ صافي؟ شنو هو السبب ديال غلاء المحروقات؟ الغاز هو شنو السبب ديال غلاء المحروقات؟ هي ماشي تقريبا هي باش تسدت لاسامير، هي الحرب راه معروفه، هي حرب اوكرانيا، هي باش غلا الغازوال. المازوت كان ديال 9 دراهم في الاول فاش تحرر الغازوال، ولكن دابا فاش طلعت صاروخيه هو الحرب ديال اوكرانيا. انا ما متفقش شخصيا في هذا الموضوع هذا ديال اوكرانيا. اي حاجه كنلصقوها لاوكرانيا، غلاء المحروقات، غلاء الزيت، غلاء خزو دابا كنجيبوه من اوكرانيا، الدجاج كنجيبوه من اوكرانيا، الخضار كنجيبوها من اوكرانيا،
هذه شوف اللي متيلقى ما يقول في الحكومه كنقصد تيقول لك اوكرانيا وروسيا وبوتين علاش يسول هذاك يسمح لي دابا هو تيهضر على بيريل البرميل ديال البترول ديال 80 دولار حنا ملي كندير 160 دولار كنا كناخذوا بقل من الثمن اللي هو ديال 80 دولار دابا هذا هو الحل هذا هذا هو الجواب اللي ما نقدرش نجاوبك عليه دابا هذا الشيء اللي قلتي صحيح ولكن بالنسبه لنا حنا بالنسبه لنا هاي بنت الحقيقه يعني ان الغازول حاليا رخ عالميا رخيص على شحال هذه اللي كان كيدير الغازول لتر ب 7 دراهم ودابا اقل منه في الثمن يعني خص يكون اقل من 7 دراهم وهذا لوغز عاوتاني خصو جواب احنا الغازوال والله ما يكون عندك ستاسيون تخرج في اي وقت تلقاه ولا ما تلقاهش بالنسبه يكون غالي ولكن نطلبوا الدوله ان شاء الله نطلبوا الدوله تدير تلقى حل اكيد سير سير ختاميه سير حل كنشكركم بزاف على هاد على هاد على هاد النقطه ان شاء الله وغادي من بعد غادي يعني يكون نقاط اخرى غتوضحوا من بعد غنوضح لكم نقاط اخرى الحل صعيب كيبان دابا خلال هاد التصريحات هادي يعني اننا كاين شي حاجه شي قوه خفيه هي اللي كتلعب هاد الملف ديال لاسامير علاش لان بزاف ديال الناس الاغنياء اصحاب المقاولين والشركات الكبرى مغاربه وبغاو يشريو هاد لاسامير هادي ويخلصوا الكريديات ويقوموا بالتسويه ديال الوضعيه ديالها ولكن كيتم الرفض يعني كاين شي سير تما وهذا الشيء خصو يعني واحد التدخل قوي من جهة ما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.